أين في اللقاء السابق إلى أن الله سبحانه قد استهل سورة البقرة بقوله ألف لام ميم، وقلنا إن ألف لام ميم لا يسأل عن معانيها لأن حروف المباني لا دلالة لها إلا على منطقها الصوتي فقط. وقلنا إن ألف ولام وميم أسماء لمسميات، فألف مسماها آ، ولا مسماها لا، وميم مسماها ميم. والذي ينطق بالكلمة من الأميين أو من المتعلمين يستوي مع الآخر في النطق باللفظ، ولكن الخلاف في أن المتعلم يستطيع أن يتهجى ما نطق به من لفظ فيخرجه إلى مكوناته من حروف البناء. إذن فاسم الحرف لا يعرفه إلا المتعلم، ومسمى الحرف يستوي فيه المتعلم وغير المتعلم. فكتب مثلا ينطق بها الاثنان، ولكن المتعلم فقط هو الذي يقول ان لفظ كتب مكون من كاف، هذا هو اسم كا، وتاء وهذا هو اسم تاء، وباء وهذا هو اسم باء. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أميا بشهادة الجميع وبإقرار الجميع ثم نطق بأسماء الحروف، من الذي أنطقه بها وهو غير متعلم؟ لا شك أنه تلقاها من الحق هكذا ليكون إعجاز من نبي أمي نطق بما ينطق به المتعلم مع أنه بشهادة الجميع لم يجلس إلى معلم. وإذا كان الإنسان يريد أن يحوم بفكره وبخواطر صفائه حول معطيات هذه الحروف في أوائل السور فإن العلماء قد خاضوا في ذلك كثيرا، وكل أخذ منها على قدر استعداد صفائه، ولا يدعي أن ذلك هو الحق المراد، بل يقول بعدها دائما والله أعلم بمراده. ولذلك تجد مثلا واحد يقول إن ألف لام راء وحاء ميم ونون لأنها تكون اسم الرحمن مثلا، نيجي نقول له ده ما يستطردش في كل الصور. وما الذي يتعبكم في أن توجدوا لها معاني؟ لو أن الله يريدها بمعاني، الذي يقول ألف لام ميم أنا الله مثلا أسمع وأرى مثلا، نقول له لو كان هذا هو المراد فما الداعي إلى أننا نعلم أنا الله وأسمع وأرى ونجيب دي مكان يقولها وتنتهي؟ إذن فلا بد أن يكون لله سر في هذه الحروف. هذا السر في هذه الحروف لا ضرورة أن نعلمه. ليه؟ لأن الانتفاع بالأشياء لا يعني أن تفهمها، فقد تنتفع بالشيء وأنت لا تفهم مكوناته. قلنا أن الأم اللي عايش في القرى يستطيع أن يدير جهاز التلفزيون، دير الموجة، ودي علشان تعمل اللون، ودي علشان الصوت، الله، من غير أن يعرف لماذا هذا. إذن فالانتفاع بالشيء ليس فرع العلم به، ولكن العلم به فرع صانع الشيء، لكن المنتفع لا ضرورة أن يعرف. إذن فهذه أسرار لله في كتابه تدخل في نطاق المتشابه، لأن ربنا سبحانه وتعالى
قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. إذن فالحق الذي قال القرآن حكم بأن القرآن جاء على لونين، اللون الأول محكم وهو ما يراد به حكم مطلوب من المكلف، يبقى لازم يفهمه ويبقى واضح، لأنه إن فعله أصيب وإن لم يفعله عوقب، فكيف يترتب ثواب وعقاب على أمر لا نفهمه؟ إذن فالمحكمات هي المتعلقة بالأحكام، والمتشابهات المراد أن تكون متشابهة. ليه؟ لاستبقاء أصالة الإيمان المتلقي في نفس المؤمن. إزاي يعني إيه؟ قال لك لأن المتشابه ده بيقف فيه العقل، تقول له والعقل وسيلة من وسائل الإدراك، طيب والعين وسيلة من وسائل الإدراك، والأذن وسيلة من وسائل الإدراك، والأنف وسيلة من وسائل، واللمس وسيلة من وسائل الإدراك، لكن أوسائل الإدراك لا حدود لإدراكاتها ولا كل وسيلة لها حد؟ هل العين تنظر بإطلاق النظر ولا لها حدود في النظر؟ حدود في النظر، يظل الشيء كلما بعد عنها يتضاءل إلى أن يختفي. إذا رجل عملاق وقف على مسافة طويلة تراه كأنه طفل، ولو طفل قريب شوية تبقى تشوفه أطول أطول منه، ويفضل يصغر 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 إلى أن يتضاءل. وهذا هو السبب في أنك إذا وقفت في شارع من الشوارع تقوم تلاقي الشارع واسع، وبعدين تلتفت تلاقيه عمل كده، هو ما عملش كده، هو بعده بس اللي عمل كده. إذا نظرك له إيه؟ حد بقانون المرئيات، وأذنك لها حد بقانون الصوتيات، ولمسك له حد، وشمك له حد، وذوقك له حد، فإذا كانت كل وسيلة من وسائل إدراكك لها حد، فلماذا تريد عقلك أن يفهم بدون حد؟ الله. يبقى إذن لازم يكون فيه إيه؟ يكون فيه حد. أدبك في الحد إن اللي منتش فهمه لا يدخل في نطاق عقلك، فهمك له أن تقول أنا لا أفهمه وتبقى فاهم. يبقى لما تقول ما فهمش ديا تبقى ايه؟ تبقى انت فهمت. انا ضربت مثلا وقلت هبني، جئت بتمرين هندسة من الذي يعطى في كلية الهندسة لطالب في الثانوي، فاخذ التمرين وقرأه ثم قال لي يا ابي انا لا استطيع ان احل هذا التمرين، فكأنه اداره على القواعد عنده فلم يجد قاعدة مما يعرف تحل هذا التمرين. يبقى فهم ولا ما فهمش؟ يبقى فهم. طب وإذا أخذه ولد آخر وظل طول يومه يقول المطلوب والمطلوب إثباته، ويقعد يلخبط ويقعد مش عارف إيه وبتاعه، يبقى فاهم ولا مش فاهم؟ يبقى إذن العجز عن الإدراك إدراك. ساعة تعجز عن الإدراك فيما لا يدرك تبقى أدرك، تبقى فهمت، تبقى إيه؟ فهمت. ساعة ما تجعل لعقلك حد نقول له تبقى انت فهمت بقى. يبقى يريد الحق ان يقول كل وسيلة من وسائل الادراك لها حد ولها قانون، فكيف تريد عقلك بدون حد وبدون قانون؟ يبقى لازم تعمل لعقلك حد. اهو المتشابه جاي عشان يوضع لعقلك ايه؟ يقولك ده ما ينفهمش. وايضا فهل كل إدراك من إدراكاتك حر في أن يدرك؟ قد تدرك ولكن يحرم عليك أن تدرك. أنت تقدر تدرك إنما يقول لك إيه؟ ما تدركش ده، ما تبصش للمرأة الحلوة دي. أنت تقدر تبص، يبقى قد تقدر ولكنك تمنع. ده يؤكل وده ما يؤكلش، ده يذاق وده ما يذاق، ده يلمس وده ما يلمسش كذلك. طب ومهمة عقلك ايه؟ مش الفهم برضو، ده يفهم وده ما يفهمش. الله، ده يفهم وده ما يفهمش. ولذلك عدم الفهم هو الاختبار للإيمان.
لانك كونك تتعبد بشيء كده انت ما انتش عارفه ايه، دليل على ايمانك بمن كلف، دليل على ايمانك بمن كلف. ولذلك اقرأ بقى، اسمع قول الرسول صلى الله عليه وسلم: فما عرفتم من محكمه فاعملوا به. كلمة اعملوا به يدل على الفهم. وما لم تدركوا فآمنوا به. يبقى إذن المتشابه المراد به ايه؟ مش العمل، المراد به الايمان. يبقى حين تخوض لتعرف، نقول لك انت بقى تنقض الايه؟ تنقض المسألة. يبقى ربنا لما قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. يقعدوا يخوضوا بقى في المعاني ويقعدوا يتكلموا، خلاص. والراسخون وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به، مش عايزين نفهمه، احنا آمنا هو قال كده وخلاص انتهينا. هنستفيد من سر ما فيه بسر قائله لا بسر فهمنا له، بسر قائله لا بسر فهمنا له. يبقى خدنا ايه؟ استدمنا عملية الايه؟ عملية اليقين الايماني. وإلا فلو ان كل واحد ما عملش اللي يفهمه يبقى عقلك هو المعبود. انما لا، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، كل من عند ايه؟ ده من عند ربنا وده من عند ربنا، ودي له حكم اننا نفهمه وده له حكم اننا ما ايه؟ ما نفهموش. عدم فهمنا له لا يمنعنا من ان نستفيد من سره. احنا قبل ان نفهم ان الارض كرة وبتدور والعملية دي، كنا مستفيدين من هذه ولا مش مستفيدين؟ علمنا بها ماذا زاد من فائدتنا؟ اذا فنحن نستفيد باسرار الله في متشابه كتابه، فهمناها او لم نفهمها. شهوة العقل بقى هي اللي ايه؟ اللي بتدور علشان تريح كده نفسها بما ايه؟ بما عندها. نقول له ما فيش معنى، ادي احنا عرفناك ان دي اسماء حروف وما يعرفهاش الا المتعلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم امي، تبقى دي بقى يعني ريحه كده. انما هل هذا كل شيء؟ مش كل شيء، لا. نقول له كمان، القرآن ده جاي منهج ولا منهج ومعجزة؟ جاي منهج ومعجزة معا. احنا قلنا كل الرسل كان لهم منهج ولهم، والمعجزة مفصولة عن مين؟ عن المنهج. لكن ده المنهج والايه؟ والمعجزة شيء واحد. ليه؟ لأن الرسالات السابقة كان المطلوب منها زمن محدود في أمة محدودة، وده دين مطلوب منه عموم الزمان وعموم المكان، تبقى لازم المعجزة له باقية. المعجزات التانية مش باقية على قد الزمان، إنما ده علشان هتقوم الساعة عليه، يبقى لازم معجزته إيه؟ ما يمكنش تكون أبدا من جنس الكونيات، لأن الأمر الكوني يحدث مرة واحدة، كما قلنا عود الثقاب يشعل مرة واحدة، اللي شافه مشعول مشعول، واللي ما شافوش مشعول يبقى خبر من الأخبار. انما القران مش كده، يبقى لازم معجزه باقيه، لا يمكن الا ان تكون من جنس المعقول، من جنس المعقول. طيب ما دام معجزه باقيه، قلنا ان هو بس مش جاي يتحدى العرب، لانه ارتقى في التحدي عند العرب، ثم تجاوز عنصر العرب وتحدى الانس جميعا، ثم تجاوز عالم الانس وتحدى الجن ايضا. يبقى فيه مجال لبقى للإعجاز أكتر من كده. ده الأول قال لهم هاتوا مثله، يعني مثل القرآن، ما عرفوش. قالوا هاتوا 10 صور، ما عرفوش. قال هاتوا صورة، ما عرفوش. الله، يبقى قاعد شوف بيترقى وياهم في إيه، من الأكثر للإيه، للأدنى وللأقل. وبعدين قال أنا مش بتحدى كنتوا بس، أنا بتحدى كل الإيه، كل الإنس، يعني بكل اللغات، مش اللغة العربية بس، في اشياء كتير هتحدى. كلام كويس. وبعدين مش هتحدى دول بس، انا هتحدى مين؟ هتحدى الجن. وكلمة تحدي الجن دي لها ملحظية في القرآن. ملحظية ان العرب كانوا قديما يظنون ان كل شاعر بليغ او اديب فصيح له شيطان من الجن يعلمه. يقول لك ده شيطانه، اكنهم فاهمين
ان الشياطين اقوى مننا في هذه العملية، ولذلك يسموها وادي عبقر. وادي عبقر ده وادي الجن، وادي الجن. ولذلك يقول لك فلان عبقري. كلمة عبقري يعني ايه؟ يعني منسوب الى وادي، وادي عبقر اللي هو بتاع مين؟ بتاع الجن. يعني الموهبة بتاعته تسامت عن معاشر الانس وخدت من مين؟ من الجن. ادي السبب في انه كله شاعر كله ايه؟ شيطان. فقال لهم طيب ان كان لكم شياطين انا كمان بتحدى الشياطين، بتحدى الجن. هاتوا بشياطينكم، هاتم يا ادباء ويا شعراء، هاتوا ايه بشياطينكم. اذا فالارتقاءات في هذا التحدي كان يجب ان نعلم انه ما دام قد تحدى العرب اولا لانهم هم المباشرون لصيحه الدعوه، هتحداهم من جنس ما نبغوا فيه اللي هو الفصاحه والبلاغه ومش عارف ايه. ساعتها يتحداهم بالفصاحه والبلاغه. لما تتحدى واحد لازم تديله الامكانيات اللي عندك، انما تتحداه وانت معك امكانيات اقوى منه يبقى التحدي ما ينفعش. يعني ايه؟ مثلا نوضح دي شويه. عايزين نشوف مين اللي نسيجه مثلا يكون رقيق كده وناعم، نقوم ندي الواحد حته ايه؟ قطن، والواحد حته صوف، والواحد شويه ايه؟ حرير قز، ونقول لهم بقى اغزلوا اغزلهم وانسجوا لي حاجه كده وهشوف مين اللي الجميل. نقول له ما ينفعش، لازم يا تدينا كله يا صوف، يا تدينا كلنا حرير، يا تدينا كلنا قطن. ما تديش واحد صوف. اذا الصنعه الناشئه من ماده لازم تكون المادة ايه؟ متحدة. فلو ان القرآن الذي تحدى به الله العرب من مادة بنائية من حروف مبان وكلمات غير العرب، كنا نقول له الله اصل ما انت جايب كلام من نوع تاني. طب احنا قال لهم لا، من جنس الايه؟ الكلام بتاعكم والحروف بتاعتكم هي هي الالف واللام والميم والطاء والسين والحاء والميم، هي دي حروف مبانيكم ولا لا؟ إذا أنا لم آتي بكلام بحروف مبان جديدة، ولم آتي بكلمات جديدة، وإنما أتيت بحروف من حروفكم وبكلمات من كلماتكم، فلماذا كان نظمي أقوى وأبلغ من نظمكم؟ المادة واحدة، يبقى الصانع مش واحد. يبقى الصانع مش واحد. ما دام جبنا صوف وبعدين طلعنا بقى النسيج، يبقى ليه نسيج ده طلع احسن من دي؟ الصنع مش واحد، انما الماده واحده. فكان الحق يقول ان القران الذي اعجزتكم به وتحديتكم به لم ابنه من حروف غير حروفكم التي بنيتم منها كلامكم، ولم ات بكلام جديد، وانما جئت بتركيبات جديده. يبقى اذا التفوق في البلاغة والتفوق في النظم والتفوق في الفصاحة ليس من طبيعة المادة التي صنعنا منها، فالمادة واحدة، ولكن لأن المتكلم مختلف. المتكلم خلق هنا والمتكلم خالق هناك. يبقى إذن ده دليل الإعجاز الإيه؟ الإعجاز الصح. ولهذا لو نظرت إلى أي أديب مهما بلغ علو كعبه في الأدب تجد يضمن كلامه معاني ولا يزيد. إذا قرأتها بعد 10 سنين هي المعاني. لكن القرآن اللي لا تنقضي عجائبه، كل يوم نقرأ فيه وتطلع له معاني جديدة. دي إيش دي؟ ده دليل على أن المتكلم مش عادي. ودى العصر اللي نزل فيه القرآن معاني، ودى بعد قرن معاني، ودنا في القرن العشرين معاني، وحيدينا قبل قيام الساعة معاني. الله، ازاي دي تيجي؟ قول له يا اخي دي كطبيعة الخالق وانت بتتكلم كطبيعة المخلوق. المخلوق حين يأخذ من مادة الكون ويصنع صنعة، أيستطيع ان يعطي لصنعته الحياة؟ لا. زي ما قلنا إن عمل من الرمل وصهره وعمل كوباية هتفضل كوباية طول عمره. ما نقدرش نجيب ذكر كوباية وانتاية كوباية ونقول لهم باتوا ويا ليلة ويا بعض عشان تطلعوا لنا شوية كباب صغيرين، ما يمكنش.
كذلك أنت تأتي بالحروف وبالكلمات فتكون منها كلام فيجمد على ما أردته أولا ولا يزيد شيئا، لكن الله حين يأخذ من هذه الكلمات يعطيها الحياة فتظل تعطي عطاء كل يوم، عطاء جديد، لأن هو ده الفرق بين أن يأخذ الله فيخلق وبين أن يأخذ خلق الله فيخلقون. ولذلك أدي لا تنقضي عجائبه من هذا الايه العجيب بقى، أنك أنت إذا شفت الحروف اللي هي موجودة تجدها 14 حرف، يعني نصف حروف المعجم. حروف المعجم 28 والحروف دي كام؟ 14. وجدت اصطلاحات لم تكن موجودة قبل نزول القرآن في تقسيم الحروف. يقول لك ده حرف حروف رقة، ودي حروف تفخيم، ودي حروف مستعلية، ودي حروف مستفلة، ودي حروف رخوة، ودي حروف شدة، ودي مقسمينها ايه؟ تقوم تمسك الاقسام اللي هم قسموها تقسيم جديد بعد نزول القرآن، تقوم تجد ال 14 حرف واخدة نصف كل قسم من هذه الحروف. كأن ربنا مدينا عينة المكونات للقرآن، العينة للقرآن مكون منها. ولذلك بعضهم قال لك يا اخي ايه افهم في بعض اوائل السور الف لام ميم ذلك الكتاب، يعني ذلك الكتاب هو من ايه؟ هو من الف لام ميم دي بتاعت كودي من هي ده ايه؟ مش كده؟ الله. اذا ياسين والقران الايه؟ طه ما انزلنا عليك القران، اذا كلها متعلقه بالايه؟ بالكتاب. يبقى اذا معنى ذلك ان القران جاي من جنس الايه؟ من جنس الحروف. لكن هذه هي كل المعاني؟ لا، ده اللي استطاع العقل ان يحوم حوله من الايه؟ من المعاني. وستظل لله فيها اسرار عطاءاتها تستمر مع الكون كله الى ان تقوم الساعه. وكل يوم نبتدي ايه؟ القران. ميزته عن الكتب السابقه انه كتاب موثق، وأنك تقرأه الآن وأنت مطمئن تمام الاطمئنان إلى أنه كما نزل من عند الله. دي ميزة ما توجدهاش، لا تجدها في كتاب إيه؟ في كتاب آخر أبدا. ليه؟ لأنه أصل بقى الدين جاي دين عم خالد. توثيق هذا الكتاب زي ما قلنا في حلقات سابقة أن ربنا لم يأمن خلقه على أن يحافظوا على كتابه، لأنه جرب الخلق في المحافظة على الكتب فما نفعوش، مش كده؟ فقال أنا اللي هحفظ، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظه. ولأجل أن يفهمك صحيح إنه هو اللي حافظه يقوم يديك أمارات على أن القرآن زي ما هو مكتوب مبلغ عن الله زي ما بتراه، وأن كل آية في القرآن كما قال ويليام وير دقيقة في ضبطها كما تلاها محمد. دي شهادة الخصوم، كل آية في القرآن دقيقة في إيه؟ في ضبطها كما تلاها. يوم مثلا زي مثلا ربنا ما هدى الوسائل العلمية الحديثة الكمبيوتر، أخونا اللي ابتدى يبحث في الله لما جه في سورة قاف مثلا، سورة قاف والقرآن المجيد، فهو جاب الكمبيوتر وقعد يحصي القافات اللي موجودة في سورة ايه؟ في سورة قاف، فوجد عدد القافات ينقسم على عدد حروف البسملة، ينقسم على ايه؟ 19 حروف بسم الله الرحمن الرحيم كام؟ 19. وجد ان القافات اللي موجودة هنا تنقسم على ايه؟ تقبل القسمة على 19، مما يدل على أن الذي يحوم حول كتاب ربه يفيض الله عليه بعض أسراره. فإلا فما الذي نبه شاب زي ده على أنه يتنبه إلى أن الله حينما تكلم عن قوم لوط، كل ما يتكلم عن قوم لوط يقول وقوم لوط في القرآن، قوم لوط قوم لوط قوم لوط، قوم لوط اللي هي مبدأة بالقاف، يقوم يجي في الصورة اللي فيها قافات كتير
وما يجيبش قوم لوط يقول وإخوان لوط. شيء عجيب. الله، ده في ده كل ما يتحدث عن قوم لوط يجيبه بالإيه؟ بالقاف. بقى يجي في السورة اللي مبنية على القافات وما يجيبش قوم لوط ويجيب وإخوان لوط وتبقى هي الوحيدة في السورة وفي القرآن كله. أم هو تنبه إلى هذا من فيوضات الله؟ يقوم يتنبه إلى أنه لو قال وقوم لوط كالنسق في بقية القرآن لزادت القافات قافا فلا تقبل على 19. ده معناها إيه؟ معناها أنه بيدلك على أن القرآن فيه أشياء تدلك ماديا على أنه مضبوط ضبط مؤقت. كذلك يجي في آيات الربا يوم يجد كل ربا في القرآن، كل كلمة ربا مكتوبة بالواو، يجدها في آية واحدة مكتوبة بالألف. وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس مكتوبة بالألف، برضو يجد إنها لو انكتبت بالواو تدخل للقاعدة. إذن فالقرآن موضوع وضع علشان يبقى فيه دليل مادي فيه على أنه هو كده كما أنزل من عند الله، كلمات وحروف وكتابة. تيجي مثلا تلاقي مرة تبارك مكتوبة بالايه؟ بالالف، وتبارك من غير الف. تيجي مكتوب باسم محذوفة الالف، ومرة تانية بالاقرأ باسم موجودة الالف. ده دليل على انها ايه؟ معمول فيها المعايير اللي تدلك على ان القرآن وصلنا كما اراده الله منطقا وكتابة، وما فيش فيه ايه؟ ما فيش فيه اختلاف. يبقى اذا الف لام ميم او الف لام ميم صاد، كل هذا اسماء حروف المباني، وبننطقها بالوقف، ننطقها بالوقف علشان يدل على ان كل ايه حرف له ايه. زي النبي ما قال لا اقول الف لام ميم حرف ولكن ايه الف حرف ولام حرف وميم وميم حرف. الذي يدلك على ان أسماء الحروف شيء ومسميات الحروف شيء آخر، إن مثلا بعض الشعراء يحب يعني يتفصح، مثلا يقول إيه لقد كنت أرجو أن تكون مواصلي، بيقول لحبيبه لقد كنت أرجو أن تكون إيه مواصلي، فأسقيتني بالبعد فاتحة الرعد. طب فاتحة الرعد اللي هي إيه؟ ألف لام ميم راء. يبقى اذا لما ينطقها مسميات حروف تبقى ايه؟ المر. هو نطقها مسميات وسابها ايه؟ اسماء حروف. يبقى لما بنقول الف لام ميم راء لو نطقناها مسميات حروف تبقى ايه؟ المر. فبقول له انت اسقتني ببعدك عني ايه؟ المر. يبقى هذا الفرق بين مسميات الحروف وبين ايه؟ وبين أسماء الإيه وأسماء الإيه الحروف. حين ننظر هذه النظرة في المتشابه في هذه الصور نقوم نعلم بالتأكيد أن الحق سبحانه وتعالى له فيها أسرار. هذه الأسرار أعلمها رسول الله واختص بها نفسه، أعلمها وعلم بعضها لبعض صحابتي على قدر استعدادهم في التلقي والاستقبال من علوي الإرسال مثلا. يعني مثلا إحنا نيجي نقرأ مثلا في ابن جرير الطبري أو مثلا في ابن كثير عند قوله حاميم عين سنقاف، بيقول إن أنا ابن عباس يقول إن أنا سألت عن معناها فقال لي إنها نزلت في رجل من أهل بيتي اسمه عبد الله أو عبد الإله يسكن على شاطئ نهر فيخرج عليه القوم فيقتلونه هو وأهله جميعا. لما تيجي تبص للحكاية دي أنت تجد حادثة العراق. هي حادثة العراق ويجيب الاسمين اسمه عبد الإله أو عبد الله وعلى شاطئ نهر ويطلعهم ويقتلهم جميعا ومش عارف وايه وايه ويحكي الحكايه. اهود اللي قالوا مين؟ اهذا مما اخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس تطميما الى ان لها معاني؟ وما قالناش كلها استيعابيا بس عشان يدينا ايه؟ يدينا نبذه انها يعني
من ممكن أن تكون لها معاني. وعلى هذا كثير من الناس يجدون فيها شيئا من الايه من الأسرار، إنما لا تزال كنوزا. هذه الكنوز نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجليها لنعلم موقع المتشابه من مرادات الله في حجب العقول عنه فترة، ليقتنع بها العقل المعاصر فترة أخرى. لأن لو القرآن قلنا أفرغ عطاءه كده كل مرة واحدة وبعدين يجي يستقبل الأجيال التانية، نقول له لا، كلما غلى العقل وارتقى يجي له حاجة عطائية في القرآن كده تقول له خليك هنا خليك هنا. لكن لو فرغ كل عطائه يوم بعد ذلك يأتي وقت لا يستقبل القرآن الناس بعطاء جديد، ويظل مكرور مردد. وعلى ذلك لا يصدق قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تنقضي عجائبه، لا تنقضي عجائبه. يبقى مدام لا تنقضي عجائبه يبقى كل يوم هيديني ايه؟ هيديني عطاء. ومش كل يوم، لعل انسانا يقرأ القرآن ويقول بعض خواطره في ساعة، ثم يأتي في ساعة ثانية ليقول فيها فتأتي له خواطر، لم لأن ميلادها جه، ميعادها جه، وهو قالها قبل كده بميعادها خد على قده. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمدنا أو يمد الآتين بعدنا من المسلمين بما يجليها. وإن شاء الله سيكون هذا عن قريب إن شاء الله، وستجلى آيات الله حتى يصدق قول الله سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. هذا في ألف لام ميم والخواطر حولها. هنا بقى يبتدي يقول ذلك الكتاب. ساعة ما تشوف اسم إشارة اللي هو ذا ذا، مش كده ذا، وبعدين لام بعدها، وبعدين ايه كاف، يبقى كم كلمة في الحكاية دي؟ ثلاث كلمات، ذا واللام والكاف، ثلاث حاجات. ذا إشارة مش كده، وإشارة لمذكر، لأن لما أحب أشير إلى مؤنث أقول إيه زي أو تي مش كده، ما بنقول تلك آيات، إنما أصلا بنقول ذلك الكتاب. لما يكون مؤنثة آية أقول إيه تي، فأنا بقول إيه ذا لأنني بأشير إلى الكتاب، يبقى ده اسم إشارة. واللام اللي في الوسط دي بيسموها لام البعد، لما تشير إلى حاجة وتبعدها كده تقول ذلك، لما تقربها تقول ذاك، بلاش اللام، لام البعد دي تحذفها. طيب والكاف خطاب، يبقى أنا عندي كم حاجة هنا، ذا إشارة، لام للبعد، كاف حرف خطاب. الناس بقى ما بيفرقوش قوي بين اختلاط الخطاب بالإشارة. ليه؟ قال لك الإشارة لها معنى والخطاب له معنى. افرض ان ده قلم اهو معايا، انا عايز اشير له للقلم واخاطب واحد مذكر، اخاطب ده اهو، او ما اقول له ايه ذلك القلم، ذلك القلم، اشرت للايه للقلم وخاطبت مين؟ مخاطب. طب افرض ان انا لا مؤاخذه بخاطب واحده ست وانا بشير برضه للقلم، هقول ايه ذلك القلم، يبقى الاشاره ايه ما اتغيرتش، يبقى الخطاب هو اللي ايه. افرض ان انا عايز اخاطب الاثنين دول ولكن هاشير برضه للقلم، اقول ذا يعني القلم ذلكما، انا بخاطب اثنين. طب افرض ان انا عايز اخاطب ثلاثه ذلكم، افرض ان انا عايز اخاطب جماعه مؤنث ذلكن، مش كده لها؟ يبقى حين اشير الى واحد اخاطب واحدا، اخاطب واحده، اخاطب اثنين او اثنتين وهما سواء ما يختلفش الخطاب، اخاطب جماعه ذكور، اخاطب جماعه ايه اناث، مش كده؟ شوف بقى ربنا لما يعرض علينا في قصة امرأة العزيز لما جمعت النسوة وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها ايه، وبعدين ايه اعدت لهن متكئا واتت كل واحد منهن سكينا وقالت اخرج عليهن، فلما رأينه
من الرائي؟ النسوة، جماعة إناث. أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشر، بيشيروا إليه. قالت فذا، إشارة لمين؟ ليوسف. واحد وبتخاطب مين؟ فذلكن، فذلكن الذي لمتنني فيه. ما قالتش ذلك أو ذلكما أو ذلكم، لأنها بتخاطب جماعة نسوة. إذن ففيه فرق بين مشار إلي وبين مخاطب، وبين المخاطب هنا جماعة نسوة. طيب لما يجي ربنا بقول وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، ذا إشارة للظن، وبيخاطب مين؟ الكفار. ذلكم. طيب لما سيدنا يوسف دخل عليه السجن الفتيين وسألوه الأسئلة بتاعهم، قال لهم ايه؟ ذلكما مما علمني ربي. ذا اللي هو الإشارة إلى العلم بتاعه، وبيخاطب مين؟ اثنين، مش كده؟ سيدنا موسى لما وقف قدام فرعون ورمى العصا وطلعت حية وحط ايده طلعت بيضاء، قال ذانك، زاني إشارة للاثنين، بيشير الى ايه؟ حاجتين اتنين، انما بيخاطب مين؟ بيخاطب واحد. قال له ذانك برهانان من ربك، ذانك برهانان من ربك، يبقى نامي من ربك. يبقى اذا لما تقول ذلك يبقى اشار الى الكتاب وخاطب واحدا. هو من؟ هو رسول الله صلى الله عليه، او هو كل مؤمن؟ ذلك. افرض انه عايز يخاطبنا كلنا، يقول ذلكم، مش كده ولا لا؟ اذا ففيه فرق بين اشارة وبين خطاب. علشان تعرف الصور تقوم تقول ايه؟ المشار اليه واحد مذكر، مش كده؟ واحدة مؤنثة، يبقى ده اتنين. اتنين مذكر او مؤنث ما بيختلفوش، خلاص؟ لا بيختلفوا، تبقى تاني وثاني. ان كان مذكر نقول ايه؟ زاني. وان كان مؤنث تاني. طب وان كان جماعة اولئي، سواء كانوا جماعة نسوة او جماعة ايه؟ ذكور. يبقى اذا كم اشارة؟ خمسة. مفرد، مش كده؟ مفردة، مثنى مذكر، مثنى ايه؟ مؤنث، جمع سواء كان مذكر او مؤنث. خمسة تدلها على الخطاب وتخاطب ايه؟ واحد، مش كده؟ واحدة. اتنين مذكر او مؤنث مع بعض، خلاص؟ الجمع مذكر الجمع مؤنث، يبقى خمسة. خمسة في خمسة يبقى صورة الاشارة مع الخطاب 25 ايه؟ 25 صورة، 25 صورة. القرآن جه في الاول هنا عملها ايه؟ صورة الاشارة الى الكتاب وهو مفرد، والخطاب لايه؟ لواحد. ذلك الكتاب. ساعة ما اقول ذلك الكتاب مع اني بقراه تقوم تقول ده جايب لام البعد، يدل على بعد منزله، يعني حاجة ايه؟ حاجة عالية اوي اوي اوي، لان علوي وانت سفلي، فين انت وفين هو؟ يبقى ذلك، ذلك الكتاب. ذلك الكتاب، كلمة الكتاب دي تدل على ايه؟ على انه بنجمع كلمات ورا بعضها علشان تدي، وبنسجلها ولا لا؟ نكتبها. يبقى كلمة كتاب تعني التسجيل. طب ولماذا تسجله؟ ده لأنه نفيس أوي أوي أوي، وأمر من خايف لا يضيع مني فأيدته، وإلا فالكلام الهراء لا إيه؟ يبقى لا يقال كتاب إلا لإيه؟ إلا لأمر ذي بال يعتنى به ويخاف أن يذهب من العقل، فكتبناه علشان إيه؟ فقال إن كنتم بتكتبوا أي حاجة يبقى هو ده الكتاب اللي يجب أن يعتنى به. زي ما تقول ذلك هو الرجل، كأن الباقي مش رجال، كأنك إن أردت الرجل الجامع لصفات الرجولة فهو فلان، فلان هذا هو الرجل. يبقى كأنه بيقول إن كنتم كتبتوا قبل كده ولا إن كنت عرفت كتب قبل كده يبقى هو ده الإيه؟ الكتاب اللي يجب إيه؟ إن كنتوا تعتنوا به وتسجلوه، لأنه هو اللي يجب أن يطلق عليه كتاب دون بقية الإيه؟
دونه. يعني ان قلت هذا الكتاب يبقى كفيك خلاص انتهينا. يبقى ذلك الكتاب. ذلك يعني يعملها مبتدا وخبر كده. تقول كأن غيره لا يعتد به ككتاب. انما هو ده الايه؟ الكتاب. كلام طيب. كلمة الكتاب هنا دلت على شيء اخر غير ما تدل عليه كلمة قرآن. لان قرآن افاد انه يقرأ. وكتاب افاد انه ايه؟ انه يكتب. والاثنين وجدوا. والاثنين وجدوا. كقرآن مقروء وايه؟ ومكتوب. وقلنا ان تضل احداهما فتذكر احداهما الايه؟ فتذكر احداهما الايه؟ الاخرى. ولما يجي يقول بقى ذلك الكتاب وقد الف العالم كتبا ولكنها لم تظل على حقيقة كتابيتها بل حرفت تحريفا ابطل مهمة المنهج فيها. ام هو قال علشان منكم فهمتوا السوابخ دي في الكتب اللي قبلها هذا الكتاب لا ريب فيه. هذا الكتاب لا ريب فيه. ليه؟ قال لك لان انتم كنتوا الاول مطلوب منكم انكم كنتوا اللي تحفظوا. انما انا اللي حافظ. وما دام انا اللي حافظ يبقى لا ترتابوا ابدا في هذا الكتاب. هذه الايات ستقرأ ايضا قبل قيام الساعة. يبقى كأن مرور الزمن لن يحيل شيئا في القرآن ولن يغيره وستظل كلمة لا ريب فيه الى ان تقوم الساعة لتبقى الحجة على الخلق ببقاء كلام الحق. ذلك الكتاب لا ريب فيه. من بقى البلاغة الاسلوب تقول ذلك هو الكتاب يعني وغيره مش ايه؟ كتاب. وتبقى لا ريب فيه جملة تانية. او تقول ذلك الكتاب الذي انزله الله على محمد لا ايه؟ لا ريب فيه. ذلك الكتاب لا ريب فيه ايه؟ لا ريب. ذلك الكتاب لا ريب. ذلك الكتاب لا شك. وتقول فيه في يبقى اذا يعني ممكن توجه الايه الجمل التوجيهات التي تسعف ثقتك في ذلك الكتاب ويقينك بانه وصل اليك كما قاله الله وكما نزل به جبريل وكما بلغه محمد. فلا تقسه على بقية الكتب التي حكمت انا انها قد حرفت وغيرت وبدلت. والى لقاء اخر.